فيها ماء ميه وملح وكمون، وهسلق دي. ما عنديش حله كبيره، انا ساعات بسلق الكرنبايه، اقطع الحته دي واسلقها كلها لو صغيره، انما دي كده كبيره فاضطر ان انا اقطعها بطريقه بحيث ان انا اقدر اسلقها. فانا هعملها، تخيل انها دي كيكه مثلا، واقطعها بالمنظر ده كده كلها اهي، على قد الكرنبايه مثلا كده، على قد صباع المحشي، عايزاه كده بالطول دون، تقطعي كده بالمنظر ده. انا بعمله كده بكذا طريقة، بس لو هي كرنباية صغيرة بحطها في الحلة مرة واحدة وهي سليمة، وبحشيها بطريقة غير الطريقة اللي هي متقطعة دي، حسب الايه الظروف. الكروم هنا هنقطعها كده، الطريقة دي هتخلينا توفر وقت التقطيع بعد ما يتسلق. انا مجرباه الطريقة برضو اللي هي وهي كاملة، كرنباية وهي بحالها كاملة مش مقطعة، برضو ايه بتتحشي بطريقة، برضو ايه بطريقة تانية. دي طبعا دي صغيرة ودي كبيرة، نروح نقطعين دي بقى تاني اهي كده، بس المية سخنة وهنبدأ نحطه كده اهو، ما بياخدش وقت كتير، يعني بياخد حوالي 3 دقايق كده، ونقلبه تاني 3 دقايق تانيين، يعني 5 دقايق بس بيكون هو استوى اتسلق. وبعدين لما يبرد نصفيه من المية ونشيله بالفريزر، يبقى جاهز للحشو. الكمون بيخلي الريحة، ويخلي يعني ما ينفخ، ما يعملش انتفاخات في البطن الكرومبو او الارنبيط. بنحط كده وهو بيتسلق، بنحط معاه شوية كمون في المية، بتاعته. الواحد يبقى يسلق الكرنب والحاجات دي لما تكون عنده، مش في اليوم اللي هو هيعمل فيه، هو يجهزه. يعني مثلا يكون بيعمل العشاء يروح سلق الكرنب، يروح مثلا بيعمل حاجة تانية يجهز الخلطة، عشان ما الناس اللي بتتعب من الحشو والكلام ده، يبقى لما يجي الواحد يحشي يبقى ما فيش حاجة، بس قاعد يلف بس، يبقى الرز جاهز والخلطة جاهزة وده جاهز، وبس الواحد يلفهم في ربع ساعة ولا تلت ساعة بالكتير، ويحط الحلة على النار عشان مش يبقى فيه تعب، وعشان يبقى الواحد يعمل الأكل كله اللي هو نفسه فيه، مش الأكل اللي هو مثلا بياخد وقت ما يعملوش، لأ يعمله برضه، ويعمل كل حاجة. الأكلة اللي هي بتاخد وقت كتير يجهز لها يجهز الحاجات بتاعتها، يجهزها تبقى جاهزة قبليها بيوم، ولا يحطها بالفريزر ولا حاجة.
خلاص هو كمان لونه بيتغير، بتعرف ان هو خلاص بقى طري، حتى يعني لو الواحد مش عارف اهو يعني بيطرى، هو بيبقى حلو، يبقى خلاص فاضله كمان دقيقة انا وهشيل ده واحط بقية الكمية، يعني الكرنباية دي تتحط على 3 مرات. وهو متقطع جاهز اهو، هنسويه ونحطه في اكياس بعد ما يبرد خالص زي الفل. انا مش عايزة اطول عليكم عشان دي حاجات سهلة، بس انا بحب لان الفيديوهات دي بوجهها لبناتي لو احتاجوا اي حاجة يشغلوا يلاقوها على طول، فبحب اعمل كل حاجة عشان ما يرجعوش يسألوا او يتعبوا، ان شاء الله يلاقوا كل حاجة موجودة معمولة. خلص الكرنب اتسلق كله وحطيناه كده، لو هنستخدمه على طول هنستخدمه، لو هنشيله هنحطه في هنلفه بنايلون ونحطه بالفريزر، لو مش هنعمل الكمية كلها دي كرنباية كبيرة ممكن نحطه في طبقين، بس ما بياخدش وقت خالص ولا في السليق ولا في التجهيز. في طريقة تانية وهي سليمة هنبقى نعملها برضو ونصورها عشان تبقى جاهزة، اللي عايز يعمل الأسهل له يعمله. إلى اللقاء.